السلام عليكم شباب، شكرا لكم قناة جاسر جيمنج. فيديو جديد وحلقة جديدة من ماينكرافت، ونقول سلسلة ان شاء الله سلسلة سيرفايفل وجاسر مودات ان شاء الله تكون، وندور مودات اكثر واكثر. طبعا اليوم بدينا في سلسلة، واكتبوا لي شو تسمي السلسلة في التعليقات. ايش تقول؟ اوكي ها اوكي، كان يقول لكم حطوا لايك واشتراك. روح حطوا لايك واشتراك مسكين. يلا اوكي، يخليكم مع الحلقة. اوكي مثل ما تشوف حاليا شاف نوطي صوت اللعبة ونرجع. اوكي وطينا صوت اللعبة عشان تقدرون تسمعوني، ويلا على طول ندور. حاليا لقينا قرية، حلو لقينا احنا قرية ورحنالها. بس جاسر ايش في احد حيكون معاكم ولا ايش؟ هذه سلسلة طبعا حيكون من اخوي جواد وولد خالي عبد الرحمن. واكتبوا لنا ايش نسمي السلسلة في التعليقات، ويلا بدينا. ناخذ نسلم منه، ناخذ ضربات منه شويتين خشب. ونجمعها اوكي. طبعا في مود اضفنا مودات مثل هذا وهذا من ضمن المودات، ولكن يلا نقسم هذه هنا، ناخذ شوية سكرات ونحط الكرافتينج. اوكي صح، وكمان هذا المود في بسفد المود الف، بس طبعا حيكون مش اقوى من ذا. وذا البيكاكس اللي كل السيرفر يحتاجه، اعلمكم ليه شباب. اول ما نكسر حرفيا اللي حيصير انه الارضية حتتكسر، وهذا المفروض اذا السيرفر كلهم يخضوه حيصير البناء بالنسبة لنا سهل جدا، ولكن يحتاج موارد كثيرة. وان شاء الله السلسلة تعجبكم، وان شاء الله نحط عليها بثوث واشياء، وان شاء الله حتستمر حتى بعد رمضان. واكتبوا لي في التعليقات ايش نسميها، عشان هي اصلا حتى هي ولا حد يقول اسماء كذا، عشان السلسلة مي رمضانية. حلو، هذه سلسلة عادية وحنحاول نستمر فيها. وطبعا اذا ولد خالي يسافر عادي ممكن نستمر انا واخوي، وممكن نوقف لين ما يرجع من السفر. اوكي وبس، يلا نكمل. اليوم باخذ شوية اغراض، ناخذ منه شويتين كذا كبل ستون، ما احنا ماخذين كل الكبل ستون اللي عنده. ناخذ الباب، بس خلك هنا الباب ذا، خليه هنا كذا. نشيل هذا الكبل ستون، راح اخذ كل البيت فكسر البيت كامل وارجع لكم. اوكي بعد ما سوينا فينش للبيت وجبنا بعض الادوات، خلاص كنا كسر كرافتينج ده كل شيء احنا محتاجينه الحين.
يلا ندور نبدأ نجمع أكل. فيلا نقتل اللحوم الحين في الحظيرة، نجيبك أحسن. طبعا هناخذ الستيك. يلا بينا. اوكي بس سلام. اوكي يلا. اوكي طبعا حطينا مود واخر مي، ويلا نخش هذا البيت ونام فيه شويتين كذا بس ونطلع. ولا قلنا خلنا هذا الستيت ندي اخوي ان شاء الله، بعدين نروح بدل خليه ندي هذا السرير خليه لهم هنا. اوكي هي سري بيتي بيتي هي. اطلع اطلع اطلع، انا جيت ابنام هنا. اطلع اطلع برا وسك الباب. يلا ايوه يلا بس ما بصحي بعد ما نخلص. حاليا نشوف شوف شباب، اسهل وحدة نقدر نجيبها تي ان تي في هذا المكان، وكمان السنو. فيب بس نحتاج بو واحدة من المتطلبات، فهذه ان شاء الله حتكون ممكن نسويها في البث المباشر اذا سوينا بث هذه السلسلة. اذا كمان تبون بث في هذه السلسلة اكتبوا في التعليقات وانا حسوي. ناخذ السرير فوق ونسوي فرن، ومحتاجين خلونا نشوف. صح خلونا نشوف متطلبات البيكاكس. اوف نذر رايت، هذا ممكن البيكاكس كمان نسوي في بيت مباشر. وامرولد ايزي امرولد كم حبه؟ 1 2 3 4 5 خمسة امرولدات ايزي. واحدة دايموند كمان ايزي، وايرون وجولد ايزي، بس النذرايت اللي مش ايزي وهي والدايموند شويتين يعني دايموند. اوكي ايش نسوي حاليا؟ افتكرت نطبخ اكلنا معنا الذي بستكات. خلونا نسوي كذا اشياء، يلا نسوي لنا شوية خشب قبل شو. يلا شويتين من الخشب وشويتين ستيكس. توقعت فجبت لكم شويتين. على بال ما تطبخ خلونا نروح وندور لنا كيف. هذه بداية السلسلة الحالي، ويلا نكمل. طب صح لحظة شباب، انا كل يوم اوكي بتحدد على طول. حلو والله ما انتبهت له. يلا بينا اوكي. الايرون جبناه، جاتني فكرة شباب جاتني فكرة جاتني فكرة، خلنا ناخذ الشيست. جاتني فكرة واللي هي بس لحظة هذي الاوك عشان لا تزيجنا. نصنع لنا شيست فينا خاص فينا واللي هو متطلبات ما ادري ايش. وطبعا الشاكر بوكس هو الافضل، ولكن هل تسوي ذا الشست وحدة من ذي البيوت؟ انا شباب افتكر في مرة كنت داخل قرية حظ طلع لي 2 من بيت الحداد. هل هذه القرية نفسها ولو يب. ولي ما شاف تحدي انا بس، ولكني شو اسمه، ولكن اني هذا انا بس ولكن كن سويت تحدي. يب كنت
بس متعود جد شباب كنت متعود بس. ويلا بينا نكمل الحلقة. ها خلص حط هذا. ويلا نروح ندور على شويتين فحم ولا شيء او كيف او بتحدى ثاني. ويلا بينا نكمل ندور. يصح يا شباب نشوف هذول القروين ايش يبيعون. هلا والله. اسمع ايش تبي انت؟ لك ايش تبي؟ ها هذا اللي يبيع الدروع كذا. تعال تعال وينك؟ روح روح دور روح روح هنا روح هنا. بعدين بعدين نحتاجك هنا بعدين. مو الحين مو الحين نحتاجك يا عمي. تعال تعال خش خش خش. ضيعتنا. يا الله يلا السلام عليكم. مع السلامة. هذا بعدين نحتاجه. لا يصل معنا امرولد كثير وكذا. ولكن اللي محتاجينه الحين هذا بيت الحداد نفسه عندنا. ايه دو نحتاج اللي هذا شو اسمه اللي يجيب الحق الاسم وكذا عشان. اوكي هذا شريح نحتاج ذاك حق اللي يبيع الاسهم وكذا. ها انا مقول ما شفتك انا قبل شوي وين رحت؟ شرت. يلا 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 بسرعه بسرعه جاسر. اوف يلا تعال. انا ما ادري ايش بقول ايرون جولم بس يلا شباب نروح نجيبه عندنا. هاي شبك انت؟ تقول انا وديك تعال. كنت تعال يا اخي اذا قلت لك تعال تعال يلا تعال يلا نذبحك الحين. اوكي يقول ما يلا نقوم نذبح ناخذ. اوكي تعال خشباتنا اللي نبيها بعدين ناخذ نستعين فيها شويتين يعني كذا. ويلا بينا نكمل كمل معانا. يلا هذا درجتنا. ها قاعد يشوفني وانا اكثر شكل ايرون جولا. وطبعا شباب نحاول نسوي فرماتنا وفرما ايرون جولا ما شاء الله. بس في ورثة ان القروين ما يتحملون بسرعة ولازم يا قارب يا سكة قطار. واحسن طريقة سكة القطار عشان نوديهم بسرعة. اوه هنا في شي حلو. اوكي جاتني هيك يا شباب. وكمان نقدر نسوي مزرعة نهائية بسبب دول القروين. كيف جاسر يعني؟ لأنه القروين لما يشوفون أحد يأخذ من المحاصيل نقدر نحف يوم نأخذها هم يروحون يحطونها من نفسهم. وذاك إي والله هذا يسهل علينا كثير مزرعة. أوكي شباب يلا نروح. هذه بداية السلسلة. شويتين أغراض كذا نجمع لسه تونا بدينا السلسلة. إن شاء الله ممكن بعد ثلاث حلقات ممكن تلقون ممكن من الحلقة الثانية نجيب دايموند. لا لا مزح. يلا نجيب الحبيب يس عشان ننهي الحلقة بسرعة. جيب تعال تعال أجمع الحبيب وأرجع لكم. أوكي شباب مثل ما تشوف خلصنا الحبيب. نبدأ نطلع شويتين من الأغراض فوق هناك. أنا شاي ونو يلا كمل نرجع بيتنا.
اللي اخذناه. راح نسوي فيه كثير اشياء، كان ناخذ شوية من الاكل ونفتح الكرافتنج تيبل ويلا نكمل. نسوي لنا شويتين خبزات كذا، والخبز هنا. اوكي من البداية نحتاجه بعد شوي، حناخذه. خلص يلا، كان شكل ما راح يخلص. انتظروا، ايوه خلص. الحين ناخذ لنا شيلد وش استبدي كم يبقى معنا ايرون. طب لو اخذنا هلمت كم يبقى؟ 3 ايرون. اوكي شباب، نيني الحلقة هنا وبس، سلام.